انا اليوم جاي اتكلم انه كيف السوشيال ميديا تغير تفكيرك وتخليك تطالع اهل الحق على باطل واهل الباطل على حق. موضوع طلب العفو في القصاص ماني جاي اتكلم فيه اليوم بجانب ديني او جانب قبيلي او عادات وتقاليد، لانه اصلا كجانب ديني انقسموا الى فريقين، فريق يقول لا يجوز طلب العفو في حد من حدود الله، وفريق يقول لك لا يجوز طلب العفو. فأنا جاي أتكلم في منظور آخر تماما، لا هو ديني ولا اجتماعي. ركزوا معايا، جالسين نسولف أنا والوالدة قبل يومين إنه كيف قاعدين ننسى أهل الميت. يا جماعة أهل الميت، أحد حط نفسه مكان أهل الميت اللي جالسين تضغطوا عليهم سامحوا ولدنا مدري إيش يعني، وقاعدين نترقب هل أهل الميت يعفو عن قاتل ولدهم، ويا رب يعفو عنه يا رب. صار قلبنا ورحمتنا مع القاتل ونسينا المخدور، نسينا المقتول، نسينا أمه المكسورة، أبوه المكسور، أخوانه الحزناء. قاعدين نفكر في القاتل، بيعفو عنه ما بيعفو عنه، يلا قرب القصاص قرب، بيعفو عنه. شفتوا كيف السوشيال ميديا تخلي الواحد تفكيره يعكس، انه الواحد عكس صار مترائف مع القاتل. يا اخي حط ولدك مكان المقتول والمغدور، حط اخوك، حط احد من دمك. يعني تخيل انه العالم قاعد يترائف ويستنى العفو عن قاتل اخوك ولا ابنك. يا الله، يعني الفيديو انا ما شفته بس حكوني عنه، الفيديو حق آخر واحد انقتل يقول متجمعين عليه ويقول أنا أخوكم، يترجى أنا أخوكم، إذا كان الوصف صحيح اللي وصلني. تخيل إنك تتوسط لواحد يعني قاعد يقتل واحد يقول أنا أخوك، تخيل إنك تتوسط لقاتل وتجري إنه أهله يتنازلوا عنه وهو كان يترجى يعني، وقاعدين يصوروا، قاعدين الفيديو قاعد يتصور. يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، انتوا كده تعطوا الحق لكل قاتل انه يعيد قتله، ما يقول لك حدفع دية، اهلي وقبيلتي حيمشوا ورايا وحيجيبوا لي عفو، ورب الكعبة لو انه حد من دمي، لو تحطوا لي ملايين الدنيا وتمشوا لي شيوخ القبائل كلهم، مو في السعودية، في كل العرب، والله ما اتنازل عنه. يا جماعة، يا جماعة، صرنا نتراءف مع القاتل ونستنى أهل القصاص يعفو عنه ونسينا المقتول وأهله. حسبي الله ونعم الوكيل.